خضى اتحاد العاصمة سهرة أمس مباراة ودية أمام نادي استقلال أهواز الناشط في البطولة الإيرانية ضمن الدرجة الثانية، حيث أقيمت المباراة بملعب جران كورفيز في ضاحية إزميت التي تبعد حوالي 75 كيلومتر عن مقر إقامة أبناء سوسترا بتركيا. تشكيلة الاتحاد دخلت أجواء المباراة مبكرا، حيث لم يمهل الشاب بورديم حارس استقلال أهواز سوى 9 دقائق ليهز شباكه، ومرت الدقائق بعدها في صالح الاتحاد الذي عرف كيف يسير أطوار الشوط الأول مستحوذا على الكرة رغم ندرة الفرص المتاحة. Après, il y avait une bonne équipe, ça va. Moi, c'est mon premier match, personnellement, c'est mon premier match amical. Je me suis bien senti, un peu fatigué parce que c'est mon premier match. Mais sinon, je trouve qu'on a bien joué et il faut qu'on continue comme ça. الشوط الثاني بداه استقلال أهواز بقوة وهز شباك الحارس عبد النور مرزوقي عبر ركلة جزاء بعد عرقلة من القائد العفوي في الدقيقة 52. اللقاء شهد بعدها عدة تغييرات على التشكيلتين، حيث أدخل التقني الفرنسي فيليد معظم اللاعبين في استثناء فرحات ناجي خوالد بدبودة وبليل المصاب. اللقاء الذي عرف اندفاعا بدنيا كبيرا وخشونة زائدة عن اللزوم شهد أيضا هدفا ثانيا للاتحاد في الدقيقة 80 من المهاجم صومبو واختتم به المباراة. صفيرة الحكم لم تتأخر بعدها لتعلن عن فوز معنوي للاتحاد قبل المواجهة الأخيرة في طرابلس أمام الوحدة الأردني الأحد القادم. Pour l'instant, ça se passe très bien à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'organisation, des entraînements, d'état d'esprit. Bon, les matchs de préparation sont de très bon niveau aussi. On a vu ce soir encore, c'était très difficile. Donc pour l'instant, tout va bien. On a fait beaucoup tourner, on joue dimanche aussi. Donc là aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui ont allongé le temps de jeu. Dimanche, ce sera une équipe différente qui va aussi allonger le temps de jeu. Voilà, ça sera encore différent.